تتابع اشتغالنا أعزائي التلاميذ على جانب المنهجي، وكما أسلفت أننا سنقاربه من خلال واحد مقاربة عابرة للموضوعات. اخترت كنموذج لها لمجزوءة الوضع البشري، اشتغلنا على الشخص ونفس المعطى سنقارب به مفهوم الغير. إذا كان الأمر يتعلق بالغير، يعني معنى كان الأمر موضوع نص سؤال قولة، جاء في هذا المفهوم ديال الغير، تطلب مني كذلك كيف قلت بالنسبة للشخص أن أكون ملما بكل المحصلات المعرفية المتعلقة بهذا المفهوم، وكان عرفت تجزيء دياله إلى قضايا الكبرى ومحاوره، إشكاليات الأساسية، ومجموعة من المواقف التي يمكن أن أستفيد منها في الاشتغال عليه من أجل توضيح أو تأكيد أو تفنيد بعض ما سأشتغل عليه في التحليل. إذن هذا المفهوم طبعا لابد من حضور دلالته، فهمه في إطار محاوره، وأيضا مجموعة من المواقف الفكرية التي تساعدني في الاشتغال عليه. كيف اشتغلت على مفهوم الشخص؟ غنشتغل على مفهوم الغير. وجود الغير، معرفة الغير، العلاقة مع الغير. نفرض أن الأمر يتعلق بوجود الغير، نفس المماثلة في المفاهيم في المفهومين المركزيين، نفس المماثلة على مستوى المقدمة يجب أن تحضر، بمعنى أنني لابد أنني ندير واحد المقدمة مدخل للإجابة ديالي. عتب الاشتغال تعاقد بيني وبين المصحح، استحضر فيها كننتقي من ديك المعلومات ديالي كلها، كنقول أنا غنشتغل على مفهوم كذا في مجزوءة كذا، يعني استحضار المجزوءة، استحضار المفهوم، واستحضار القضية التي من خلالها سنشتغل على هذا المفهوم. أيضا يتطلب مني نكون فاهم قاري بفهم المضامين المعرفية، وعارف أن هذا التجزيء هو تجزيء من أجل الدراسة، لأن الاشتغال على مفهوم الغير هو اشتغال عليه وجودا، لأنه على اعتبار أنه موجود فلا بد أن تحصل معرفته مع ما تثيره من إشكالات، وانطلاقا من المعرفة سأصوغ معه مجموعة من العلاقات. إذن كل هذه المحاور هي بينها علاقات متبادلة من التأثير والتأثر، معنى أنها جميعها تتفاعل لكي تصنع لي مفهوم الغير. ما لا يجب فهمها منفصلة، بل حتى وإن كانت منفصلة يجب أنا لكي أكتب موضوعاً في اشتغالي في البيت واشتغالي وما تعلم واشتغال أن أبني بها فهماً، من خلال أن فهم تفاعلي أن هذه المحاور متفاعلة، أن هذه المحاور أحدها يرتبط بالآخر وما يمكن ليش نفصلهم، أنا أفصلهم من أجل الدراسة، لأن حضور الغير هو حضور وجود ومعرفة وعلاقة. إذن نفرض أن الأمر يتعلق بوجود الغير. وجود الغير مسألة ما فيهاش نقاش، على اعتبار أن الغير موجود. حينما نقاربه فلسفيا نقارب الكيفية التي بها يتم هذا الوجود. فهموا معي هذه النقطة، لا نناقش وجود الغير، نناقش الكيفية التي بها يوجد، بأي معنى يعد الغير موجودا، هل وجوده فيه إغناء للآن باعتبار أنه تحكم عليه الضرورة الاجتماعية أن يتواجد مع ذوات أخرى،
هل في هذا التواجد إغناء أم فيه تهديد؟ ونستغل الفرصة باش كنعاود نراجع معاكم بعض الأشياء. أيضا هذا الوجود تيعطيني احتمالين، إما وجود فيه إغناء للذات أو فيه تهديد لها. كيف سنشتغل؟ في المقدمة ديالي غنستحضر المفهوم، غنستحضر القضية المركزية التي سأشتغل عليها، غنطرح كنت ما قلتش أن الغيرة هو ذات مختلفة، هو أنا آخر يقيم خارج الذات، مماثل للأنا ومختلف عنه، وما يحدده أساسا هو المغايرة والاختلاف. يا إما نقولها كي قلت لكم في المقدمة، يا إما غادي يكون أول سؤال عندي في التساؤلات ديالي هو ما الغير. إذا مقدمة تتمهد لي الاشتغال، شنو تتمهد لي؟ لايش تتمهد لي؟ الإجابة على الأسئلة اللي طرحت، تتمهد لي إلى محاولة أن أجيب على المطلوب، وأيضا بالكيفية التي لا أجانب فيها الصواب، بالكيفية الصحيحة، بالكيفية اللي غنخرج وأنا مطمئن أنني كاتب الموضوع. إذا غادي نجي إلى ما كنتش معرف، غنعرف الغير، وغادي نحط اللي قلت، غنوضع السؤال ديالي بأي معنى يؤدي الغير موجودا. وتابعوا هذه القضية أن العالم راه يضج بالأغيار، كاين ملايير ديال الأغيار، بأي معنى يعد هذا الغير في حضوره ووجوده؟ وكما قلت تحكم الضرورة الاجتماعية بأن نتواجد في العالم ذوات وأغيار. إذن بأي معنى يحضر هذا الغير ويتواجد؟ كان شرح أشطالبين مني، فرضو قلت عطيني إغناء للذات، إذن غنأكد غنبين أهمية الغير في إدراك الذات مثلا لذاتها، في أنه ما يمكنناش نتواجده ككائنات اجتماعية إلا بحضوره. غنبين كل ما يمكن أن يؤكد أهميته. وغادي نتساءل أيضا، ألا يمكن أن يكون لهذا وجود ديال الغير هو الذي يشل إرادتي، هو الذي يعني يشل عفويتي، هو الذي يمكن أن يكون تهديدا لي؟ غادي نجي المناقشة، غنجيب المواقف التي تؤكد على وجود الغير على الأساسي، يعني اللي كتدعم داكشي اللي عطيني هي باش كنبدأ. وغنقول في الآن ذاته بالقدر الذي نجد مواقف تؤيد وجود الغير الدال والأساسي والذي فيه إغناء للأنا، بالقدر الذي مثلاً نجد أن هناك من يرى أن في وجود الغير تهديد للأنا وشل لعفويتها وشل مثلا لحريتها. إذن بين مواقف مؤيدة لوجود الغير الدال وبين مواقف ترى أنه وجودا فيه تهديد للأنا، يجب أن أتموقف. معناه يجب أن أتموقف وجود الغير بعد كل غير هو ضد الإنية ديال ديكارت، لأن الغير وموجود لا يمكن أن أنكره. أتموقف بمعنى أن هذا الوجود على حسب أنا فين حطيت راسي، يمكن أن يكون هذا الوجود تفيدني، كما يمكن أيضا إذا كنت أنا خصني يكون أنا مزيان باش يكون هذا الوجود مفيد لي أكثر. إذن لابد أن الغير موجود، وعلاش؟ لكي ننسج معه مجموعة من العلاقات. إذن لابد من تحديد الدلالة، لابد طبعا مقدمة وطرح الإشكالي على حساب كيف غنشتغل أنا على المقدمة، أيضا لابد من تحديد إشكالية حسب إشكالية عامة، نقلت بأي معنى يعد الغير موجودا، ثم بعد ذلك آتي بإشكاليات حسب المطلوب، وإجابتي ستكون إجابة على تلك الإشكاليات اللي كيحددها لي المطلوب، إما تأكيد لوجود الغير وإغناء أنه إغناء للذات، وإما العكس.
وانا غنشتغل عليهم بجوج وغنوصل الى نتيجه انطلاقا من خلالهم بجوج. المحور الثاني معرفه الغير. معرفه الغير ايضا كطرح على مستويين، مستوى امكانيه المعرفه ومستوى انا ما كان قبل ما نقول استحاله غنقول صعوبه، صعوبه المعرفه وغندير بين قوسين استحالتها، لانها تحصل بشكل او باخر، هي تحصل، يمكن ان تكون صعبه ولكنها يمكن ان تحصل. الاستحاله، الاستحاله المطلقه راه توضع لي حدود بين الذوات، ويمكنش هذه الحدود. كاينه حدود، يعني حدود ديال المعرفه، حدود ديال الانسانيه، حدود مثلا يمكن ان اتخطى هذه الحدود نحو الغير. ما يمكنليش كاع نقول ان هناك حدود، ان هناك جدار لا يمكن تجاوزه بين الذات والذات الاخرى. اذا هنا غادي يطرح لي مفهوم اخر، غادي نشرح مفهوم الغير وغنوقف عند فعل المعرفه. لماذا؟ لان كل فعل معرفي يقتضي وجود ذات وذات، وجود ذات عارفه وموضوع للمعرفه. هنا الموضوع هو ما لا يجب ان يكون موضوعا، وهو الانسان. تابعوا معي الجمله اللي قلت، نريد ان نجعل ما لا يمكن ان يكون موضوع موضوعا للمعرفه، انه الانسان. وهنا تجي الصعوبه. اذن هل يمكن معرفة هذا الكائن المتميز الذي لو كان شيئاً وموضوعاً كان أمر المعرفة سهل، ولكن إنني أمام الإنسان يصعب أن أعتبره موضوعاً يسري عليه ما يسري على الموضوعات إذا أردت أن أعرفها، أتخذ منها مسافة لكي أعرفها. لأن هنا ذات العارفة واعية، والذات التي نريد أن نخضعها للمعرفة أيضا واعية، إذن هناك وعي مع وعي بعدات خلفيات، عدة خلفيات راه نقدر نرجع فيها حتى للشخص، لأن الشخص من التعريفات ديالو أنه بيرسونا، قناع. ولا تأملتها مزيان تجدنا نغير أقنعتنا بين موقف وموقف. إذن كيف يمكن أن تسقط الأقنعة بين ذات وأخرى لكي يتحقق الفعل المعرفي؟ إذن غنناقش مشكلة المعرفة وغنتسائل، لأنني أنا غير باش نذكركم، هل يمكن معرفة الغير؟ باش غادي نعرفه؟ وما حدود هذه المعرفة؟ تيلين غنعرف شحال غادي نعرف؟ إذن هنا فرضوا أن السؤال غادي يقول لي أن المعرفة ممكنة عبر آلية معينة، عبر التواصل، عبر التعاطف، عبر مثلا أن نرجع إلى ذواتنا ومن خلال نعرف الغير، يقول لي أن المعرفة ممكنة. إذن في التحليل قلت لكم غنشرح الفعل المعرفي في التحليل، ضروري وضروري جدا، وغنقول على حساب اش طالبين مني أن المعرفة ممكنة. إياه أن المعرفة ممكنة، وإذا كانت ممكنة وسائلها يمكن أن تكون التعاطف، يمكن أن تكون مثلا إما التعاطف إما التواصل. المهم أن هناك ما يمكن أن يحقق الفعل المعرفي، نهضر عليها مزيان. ودائما ضروري أن السؤال يكون حاضر، وآلية اشتغال على السؤال تكون حاضرة، وطريقة طرح السؤال تكون أيضا ندرب عليها وعارفها. هل هذه المعرفة، هل يعتبر الغير كتابا مفتوحا قابلا للقراءة كما يؤكد السؤال ولا النص؟ ألا يمكن أن تكون الذات مكتفية بذاتها يعني تتقوقع داخل حميميتها وداخل إنيتها، تعوق دون الوصول إليها، تقطع أي طريق للوصول إليها؟ غادي نقول يمكن أن تكون أحيانا معرفة الغير صعبة إن لم تكن مستحيلة، وغنجي للمناقشة. قالوا لي
كان مطلوب أن المعرفة مستحيلة، غنبدأ بالمعرفة المستحيلة لكي يقول لي أن معرفة الغير غير ممكنة، ونجي لكي يقول لي أنها ممكنة، والعكس صحيح. تمشي أنا على حساب، لأن هناك استراتيجية ديال الإجابة ضروري أننا تكون تعلمناها أو نراهن على أن نتعلمها انطلاقا مما نتلقاه ومما تلقيناه. كان الأمر يتعلق بإمكانية، كان بدأ بالمواقف اللي كتقول إمكانية، وكان جيل المواقف اللي كتقول أن المعرفة صعبة أو مستحيلة. وغنجي الخاتمة ديالي باش نبين فيها ضرورة وأهمية الغير، لا باعتباره غيرا وإنما بالنسبة للذات أيضا، وبالتالي فهي تسعى نحو معرفته. ولماذا هذا السعي؟ حتى نبرر به خصوصيتنا الاجتماعية، حتى نبرر به، نسد به احتياجنا، نسد به خصصنا، ولا يتمثل ذلك إلا من خلال المستوى الثالث وهو العلاقة مع الغير. إذن نحن نتوجه إليه معرفياً من أجل أن نصوغ معه مجموعة من العلاقات. فرض السؤال عن العلاقة، يجب أن يحضر المفهوم، وأن يحضر في إطار المجزوءة، وأن تحضر القضية المركزية الاشتغال وهي العلاقة. والعلاقة أيضاً تتفتحنا على احتمالين، وهما مستوى العلاقة الإيجابية مع الغير والعلاقة السلبية مع الغير. إما يعطوني غير يقول لك هل تمكنني الصداقة من معرفة الغير، ولا هنا راه دخل جوج محاور، الصداقة كمستوى العلاقة والمعرفة معرفة الغير، يعني آلية من آليات المعرفة الصداقة، والصداقة لا تتم إلا داخل علاقة. إذن غنهضر على نشرح المفهوم ديالي ديال الغير، غادي نهضر على ان ما يمكنش نتواجدوا وما يمكنش ان الفعل المعرفي يحصل ولا تحصل علاقات بين الذوات. هذه العلاقات اما انها تبنى على الحب والايثار والتعاطف والغيريه والصداقه، كما يمكن ان تكون اقصاء وتهميشا ونبدا للغير. وهنا في هذا المجال ديال العلاقة يمكن أن نستفيد أو نوظف ليس فقط مواقف فلسفية، وإنما أن نوظف معطيات من الواقع المعيش، ما نعيشه يعكس أن يمكن أن تكون العلاقة مع الغير المغاير ليست دائما إيجابية، ويمكن أن نتعامل معه بنوع من الدونية، أن الغير دوني، أو أننا نقصيه أو نهمشه أو لا نقيم له وزناً. يمكن من الواقع المعيش، كيعطينا أمثلة كثيرة، الواقع ليس الواقع محيطنا وإنما على المستوى العالم. إذن غنرجع للعلاقة، غادي ندير المقدمة ديالي، هذيك المقدمة الأساسية ديما حاضرة، تمهيد للإجابة، غنطرح الأسئلة ديالي في المطلوب. وقلت لكم كاين أسئلة عامة وكاين أسئلة خاصة. الأسئلة العامة بحال ملي نقول ما الذي يحدد هويته، ما الهوية، وكيف تتحدد هوية الشخص. كيف تتحدد هوية الشخص سؤال عام، هاد كيف تتحدد تكون إشارات من المطلوب. إلى قلت بأي معنى يعد الغير موجودا سؤال عام، إلى قلت هل معرفة الغير ممكنة سؤال عام، إلى قلت ما طبيعة العلاقة مع الغير سؤال عام. كيكون هذه الأسئلة العامة كأساسيات، كيجي مراهم أسئلة جزئية حسب المطلوب. تيكون المطلوب هو إجابة على تلك الأسئلة الجزئية، واحد نوع من التسلسل، المقدمة بين التحليل والاشتغال على المضمون، بين المناقشة بين، هو حبذا من يعني الكتابة الجيدة هي التي تكون فيها المناقشة والتحليل في آن واحد. إذا لم تكن هذه الإمكانية متاحة نحلل ونناقش. معنى أن نناقش
نأتي بواحد المواقف هذه يتطلب أنني نكون عارف قاري ضابط المواقف وكل مواقف عارفها، ما قدرش نخطأ في الأسماء ونجيب موقف ماشي لصاحبه. إذا نكون عارف المواقف، ويمكن أيضا انطلاقا من معلوماتي أنا، انطلاقا مما تعلمته من حصيلة 3 سنوات، أن أبني أيضا موقف يخصني. ليس بالضرورة نقول لأن أنا ماشي غنحط راسي في مستوى ديكارت أو كذا لأبني موقف، ممكن أن تبني موقف شريطة أن يكون منسجما ومصاغ بطريقة منطقية ومقبولة لكي يشكل موقفا خاص تيرتبط لي بهذاك الاشتغال اللي اشتغلتيه. إذا كنلخص كل شيء هذا الشيء في أن كل اشتغال لابد أن يتأسس على الفهم، مسألة أساسية، لابد أن يتأسس على مضامين معرفية مضبوطة ومركزة، المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنني عودت نفسي على الاشتغال، أنني كل مرة غنقول غنشتغل على مقدمة، غنشتغل على تحليل، غادي نحاول ندير واحد النوع من المناقشة لموضوعين ما. جربت راسي، جربت راسي وأعيد تجربته لكي أستفيد. إذن تجربة الكتابة قبل ما نكتبها أنني مجربها، وأنا فعلا أثناء السنة الدراسية والجزء الذي قضيناه في الفصول المدرسية راه تعود راكم درتم فروض واشتغلتوا، وحتى الآن تقومون بمجموعة من الفروض ولو عن بعد. إذن يمكن أن تستفيدوا من كل هذا لكي أن تكون في النهاية كتابة تقربنا من المطلوب، ويكون دورنا أيضا أنه أدى هدفه بأن قربنا من هذا المطلوب. أستودعكم الله وإلى اللقاء.